بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله على جميع نعم الله، حمدا وشكرا يليقان بجلال الله وجمال الله وكمال الله وكبرياء الله وعظمة الله وقدرة الله وسلطان الله، دائمين بدوام الله، باقيين ببقاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ألهمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها لا تحيط به الجهات ولا تختلفه الأرضون والسماوات، وهو إلى العبيد أقرب من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. على محمد صلاة الأبرار صلى عليه طيبنا الأخيار، قد كنت قواما بكاء بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، فصلوات ربي وسلامه عليه. فيا أحباب رسول الله أيها الجمع الكرام المحبون لسيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لكم كذلك نفرح بلقائكم، ونقول لكم سلام الله ترعاكم وعين الله تغشاكم، حبائبي لست أنساكم، من المكروه نجاكم، وحياكم وبياكم، وبارك الله فيكم جميعا على هذا الترحيب الكبير. ونحن نفرح أيضا بهذه الزيارة العظيمة التي نعدها زيارة روحانية لسيدنا العالم الكبير العلامة الشيخ محمد صالح الولي المكرم والمحدث الكبير الفقيه العالم المحدث الكبير شيخ المشائخ ونور الأكابر، ونعده من أكبر مشائخ إثيوبيا، من أكبر مشائخ الحبشة. الله أكبر. نقول ونعتقد أنه رئيس علماء الحبشة بإذن الله تعالى، ولا نشك في هذا. كان وليا فقيا عالما مخلصا لوجه الله تعالى. كان حديث القدسي الإخلاص سر من سري، أودعته قلب من أحببته من عبادي. وهذا ثمرت الإخلاص لعباد الله الصالحين كشيخنا العلامة الشيخ محمد صالح، هذا الولي العظيم، ذاك الولي العظيم، ذاك الشبل، ذاك المكرم، ذاك النور. هو النور، هو الشيخ، هو المصباح في زمنه والقطب في زمنه إن شاء الله. ونحن نفرح بلقائكم يا سيدي يا سيادي إن شاء الله. ومعنا الضيف الكريم الشيخ محمد بلال القادري العطاري، شيخ الفقيه إن شاء الله. ونفرح إن شاء الله بلقائهم وبزيارتهم في الحبشة إن شاء الله. وقفت إجلالا وتكريما لترحيبكم العظيم، وإن شاء الله تعالى أن أرحب الشيخ الفاضل الضيف الكريم الذي زارنا، وإن شاء الله نفرح ولا نقيس ولا نستطيع أن نقيس أو نعبر فرحتنا هذه العظيمة. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتفضل شيخنا الكريم محمد جلال. وكذلك التقينا في أبي سببة الشيخ محمد ذاكر ولد الشيخ، ورحبنا في بيته، ومعنا كان معنا رئيس مجلس الشورى الشيخ عمران العطاري القادري. وجاءتنا بشارة عظيمة، هؤلاء علماء القادرية في باكستان حطوا ركابهم في أرض الحبشة، ويريدون أن يطوروا الصوفية أهل التصوف وأهل السنة والجماعة تعليما، وإن شاء الله وكل شيء بإذن الله تعالى. والشيخ هو يشرح لنا ما لديه بإذن الله تعالى. تفضل سيد الكريم. أهلا وسهلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله من يفسر الكريم من يفسر الله فقد قال سمعت عنه جميل